هذا وواصل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة زياراته لعدد من الأندية بحضور رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة العقيد خالد عبد العزيز الخياط والسيد محمد شاهد الرئيس التنفيذي لمنظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لأسبوع بريف الدولي للقتال. وأشاد سموه بدور الأندية في تطور رياضة فنون القتال المختلطة وزيادة شعبيتها من خلال البرامج المعتمدة بعد دراستها من أجل رفع اسم المملكة في المحافل الدولية. فقد افتتح سموه زيارته الميدانية اليوم بزيارة نادي سبارتن في منطقة سار، وتعرف سموه على خطط النادي في تطوير اللعبة واستقطاب اللاعبين لتطوير قاعدة قوية للعبة في المملكة، واستمع إلى شرح مفصل عن تلك الخطط من قبل صاحب النادي فارس الكوهجي، وأبدى إعجابه بتلك الخطوات منوها سموه بجهود النادي ورغبته في ترك بصمة والترويج لرياضة فنون القتال المختلطة. وخلال زيارته طلع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على مساعي الأندية في نشر لعبة فنون القتال المختلطة، مشيدا سموه بالدور البارز لها في التخطيط السليم لإبرازها كرياضة تعتمد على التفكير والفن والقوة والتخطيط، مبينا سموه أنها تجمع بين أكثر من مهارة، وينبغي للمقاتلين تطوير قدراتهم في جميع المهارات ليتمكنوا من مجاراة المقاتلين العالميين في مبارياتهم في البطولات الرسمية. من جانبه عرب السيد فارس الكوهجي عن فخره واعتزازه بزيارة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مثمنا الجهود المتميزة التي يبذلها سموه في خدمة رياضة فنون القتال المختلطة بشكل خاص والشباب والرياضة بالمملكة بشكل عام، مؤكدا أن النادي يتطلع للمشاركة في تنفيذ رؤى وتطلعات سموه، وذلك للنهوض بالحركتين الشبابية والرياضية.